أهلا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. المصدر أونلاين يقول إن الحوثي اختطف شخصيات اجتماعية وحزبية في عمران بسبب الاحتفال بثورة سبتمبر. والمشاهد نت يكتب 26 من سبتمبر الثورة المتجذرة في عقول اليمنيين. وعربي بوست يتحدث عن نحو 2400 شهيد وجريح في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. مرحبا بكم مشاهدينا. قال موقع المصدر أونلاين إن محافظة عمران شهدت حملة اعتقالات حوثية استهدفت شخصيات اجتماعية وحزبية بارزة بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر، ضمن حملات استهدفت أكثر من 100 شخص خلال الأيام القليلة الماضية في عدة محافظات. وفق الموقع فإن الاختطافات بدأت في مديرية جبل عيال يزيد، حيث اختطفت الميليشيا الشيخ فيصل صالح سنان وهو أحد وجهاء المنطقة وعضو حزب المؤتمر. وإلى جانب ذلك اقتحمت الميليشيا أيضا منزل القيادي في المؤتمر ونائب مدير مكتب التربية سابقا علي محمد الأشول في مدينة عمران للمرة الثانية، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي نايف أبو خرفشة مدير أمن محافظة عمران المعين من قبل سلطة الميليشيا هو من قاد عملية الاقتحام والاعتقال. وشملت حملة الاعتقالات التعسفية في عمران اختطاف الشيخ عبد الله حسين علي نهشل القهالي حفيد الشهيد علي نهشل القهالي أحد أبطال معارك ثورة 26 من سبتمبر، واعتقال الشاعر الشعبي أمين عاطف على خلفية تهم سياسية تتعلق بالاحتفال بذكرى الثورة. كما استمرت ميليشيا الحوثي بمطاردة الشبان الذين يدعون الاحتفال بثورة 26 من سبتمبر 1962 التي أسقطت الحكم الإمامي. وإلى جانب صنعاء والمحافظات المجاورة يركز الحوثيون القمع على المناطق الوسطى وفق ما ذكره موقع يمن مونيتور. ونقل الموقع عن مصادر قولها إن الحوثيين شنوا حملة اختطافات واسعة في محافظات تعز وإب والبيضاء خلال يومي السبت والأحد الماضيين. وأوضح أن الميليشيا في مديرية شرع بسلام في تعز ومديرية العدين المجاورة والتابعة لمحافظة إب لاحقت شبانا يجهزون للاحتفال بثورة 26 من سبتمبر في قراهم، ما اضطرهم إلى الهروب بأسلحتهم إلى الجبال بعد اعتقال رفاقهم. ويذكر الموقع أن مسلحي الميليشيا داهموا قرية القردحة في عزلة الأكروف بمديرية شرع بسلام وحاصرت منازل القرية لاعتقال الشبان واعتلت أسطح المنازل واعتدت على النساء وهددت بتفجيرها، كما أجبروا عددا من سكان القرى في العزلة وفي مديرية العدين المجاورة بالتوقيع على تعهد بعدم الاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة. منذ الأيام الأولى من هذا الشهر بدأ اليمنيون الاحتفال بالذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر بشكل غير مسبوق في المدن والأرياف ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقول موقع المشاهد نت أن الملايين من اليمنيين يرون أنها كانت نقطة تحول تاريخية وبها تمكن اليمن من اقتلاع الحكم الإمامي. ونقل الموقع عن المواطن هشام المجيدي قوله إن ثورة 26 من سبتمبر حررت اليمن من العبودية للإمامة وقادت البلاد إلى رحاب الجمهورية والعصر الحديث. أما الصحفية سمية العمراني فتقول للمشاهد إن ثورة 26 من سبتمبر تعد يوما ولدت فيه الجمهورية واستعاد فيه اليمنيون عزتهم وكرامتهم وحريتهم، كان يوما للخلاص من التخلف والفقر والجهل الذي مارسه الحكم الإمامي ضد أبناء الشعب طيلة مدة حكمه، كما أنها كانت مفتاحا للتقدم والازدهار. أما الناشط السياسي وعضو أحد المجالس المحلية في محافظة تعز عبد الحكيم أنعم فقد أكد أهمية ثورة 26 سبتمبر كأهمية الماء للأرض،
فلا يمكن لها أن تحيا دون ماء، مضيفا أن الثورة السبتمبرية كانت ضرورة دينية ووطنية وإنسانية في المقام الأول، ولا بد أن ندرك أهمية هذه الثورة بمفهومها العام الشامل الكامل، لأنها عودة حياة لليمن. أمعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال سنوات الحرب الماضية في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في العاصمة المحتلة صنعاء والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها وفق موقع العاصمة أونلاين، واستخدام القمع ممنهج التي استخدمتها الميليشيا لوسائل الإعلام والصحفيين. وبرغم كل الإرهاب التي مارسته الميليشيا بحق النشطاء، يقول الموقع أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بارزت بشكل كبير وأصبحت نافذة مهمة في معركة اليمنيين. وأوضح الموقع أن المنصات عملت على كشف جرائم الميليشيا وإيصال أصوات الضحايا بمختلف فئاتهم، حيث أسهمت بشكل فعال في تسليط الضوء على انتهاكات الميليشيا وفضح ممارساتها للرأي العام، ولكل المهتمين برصد وتوثيق هذه الجرائم الممنهجة بحق أبناء الشعب اليمني. ويشير الكاتب الصحفي همدان العلي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت إحدى أهم الأدوات التي كسرت حاجز الصمت حول ما يحدث في صنعاء من انتهاكات وجرائم من قبل الحوثيين، فيما قال الناشط وليد العمري أن وسائل التواصل الاجتماعي مثلت نافذة حرية لليمنيين في ظل القمع الإعلامي الذي مارسه الحوثيون في صنعاء. إلى لبنان، والتي شهدت أعنف قصف إسرائيلي، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق وجنوب لبنان أمس الاثنين إلى نحو 500 شهيد في أرقام غير مسبوقة وفق موقع عربي بوست. ونقل عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن الحصيلة الجديدة للغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 558 مدنياً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة وإصابة 1835 جريحاً. ونقل الموقع عن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قوله إن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز طبية وسيارة إسعاف في وقت ذكرت فيه وكالة أنباء لبنان الرسمية أن أطراف بلدة ميفودون وبلدة زوتر الشرقية ومرتفعات جبل الريحان جنوبي البلاد تعرضت لغارات جوية إسرائيلية. في سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أطلق اسم سهام الشمال على العملية العسكرية الجارية ضد حزب الله، مشيرا وفق الموقع إلى أن جيش الاحتلال هاجم 1300 هدف تابع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ أكثر من 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتير، إلى اللقاء.